ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنروح عليها في الفيديو ده هنروح على البوست مان، تمام؟ هنروح نشوف الاي بي اي بتاعتنا بتاعت السبرينج اللي احنا كنا شغالين عليها كانت عامله ازاي. ركزوا معايا. اول حاجه كنت هنا كان عندي حاجه اسمها اي بي اي، طبعا بعد اللوكال هوست 80 80 اي بي اي ستودنتس، تمام؟ عملت انتر، رجع لي كل الاستودنت اللي عندي. ده ايه؟ ده مع الجيت. اذا عشان برضو نكون مرتبين الدنيا، اتش تي بي لوكال هوست 80 80 اي بي اي ستودنتس، لما الفانكشن تكون جيت كده انا بقى ايه؟ اول ستودنتس، تمام؟ ركزوا معايا. هنا لو عملت 1، طبعا 1 مش موجود، يعني هو احنا لو رجعنا فالاي دي 1 مش موجود، هنجيب 8. فبيرجع لي ستودنت الاي دي بتاعه 8. هروح هقول له هنا مع الاي دي جيت، تمام؟ جيت هرجع الستودنت باي اي دي، تمام؟ هنا تمام همسح ديت. عاوزين نعمل بوست، خلينا ناخد ديت اختصارا للوقت، تمام؟ هناخد دي كوبي، تمام؟ اهو، وهروح في البادي، تمام؟ هو اصلا عندي داتا اصلا هنا موجوده اوريدي موجوده. هخلي الاسم وليكن مثلا علي، تمام؟ وميل، وهخلي الرقم زي ما هو، تمام؟ والاج خليه مثلا 32، تمام؟ وخلي هنا كايرو، تمام؟ لو عملنا بوست، عملنا سند، تمام، رجع لي الداتا بتاعتي اللي هي اللي ايه؟ الاي دي بتاعه 12، والفول نيم علي، والايه الداتا بتاعته عاديه خالص. لو رحت هناك خليتها جيت وجبت ال 12، الداتا بتاعتي موجوده اهي. لو جبت اول ستودنت هلاقيه موجود في الاخر اهو، الاي دي 12 علي، تمام. اذا هنا بوست، تمام، وبديله برام في البادي اللي هو الستودنت بتاعي، اوبجكت من الستودنت اللي بيحتوي على الداتا، تمام؟ بيعمل لي ايه؟ سيف، تمام. عشان برضو وقت الفيديو، هنا في البوت عامل ابديت، هديله برضو الستودنت بتاعي، تمام، وهعمل ايه؟ ابديت، تمام. وهنا هديله الاي دي بتاعي مع الفانكش اسمها ديليت، تمام، وهديله الاي دي بتاعي اللي هو موجود اهو، تمام، الاي دي اهو، هيعمل لي ايه؟ ديليت او ريموف. دي الاي بي اي بتاعتنا الايه؟ القديمه. احنا قلنا هنشتغل على اي بي اي جديده هنهندل احنا الدنيا. انا بقى مش عاوز الكلام ده كله، انا عاوز هاخد دول كنترول اي كنترول سي، تمام، هاخدهم اشتغل عليهم هنا. بس انا عاوز هنا بدل اي بي اي يبقى هخليها سيستم، تمام، طبعا هتبقى في كله اهو اهو اهو، وكل حاجه زي ما هي. يا دوب غيرت الاي بي اي خليتها سيستم، هنشتغلهم في 3 لاير بايه؟ في دول، تمام جدا. هروح هنا اول حاجه في الكنترولر، فانا الكنترول بتاعي هو ده الكنترولر، تمام. اول حاجه هعمل ات ريكويست مابنج، تمام. ريكويست مابنج ده اول حاجه يا جماعه بعد الايه؟ بعد الايه اللي هي اللوكال هوست 80 80 ده بتاع الايه؟ الانجولر. انا عاوز بعد 80 80 هنا المفروض هتعمل اتش تي بي لوكال هوست، تمام، 80 80، بعديها هتكتب ايه؟ هنا هتكمل اليو ار ال بتاعك، فانا بقول له عاوزه يبدا بسيستم باك سلاش كده، انا بقول له اليو ار ال بتاعي هيبقى ايه؟ كده، تمام. ديت ايه؟ بكل بساطه الريكوست مابنج، تمام، بسيطه خالص ومفيش اي ايه؟ اي حاجه، تمام. هنا هروح اعمل فانكشن اسمها ايه؟ جيت اول يوزر، تمام.
هعمل public void تمام get student تمام اهو اهو تمام. هعمل فيها ايه بقى؟ واحد يقول لي على فكره انت غلطان. هقول له غلطان ليه؟ هيقول لي تعملها void، المفروض get students هترجع لسته من students. هقول لك انت صح، اذا ديت list of الايه الستودنتس تمام اهو بكل بساطه. هعملها امبورت اهو وهعمل ريتيرن. المفروض هعمل ريتيرن للستودنت سيرفيس الموجود، المفروض يكون فيها ايه دوت جيت قول مثلا ستودنت. اذا هروح، على فكره احنا المفروض نشتغلها من الاخر الاول، هو الشكل الصحيح ليها ان اشتغل من ستودنت ريبوستوري للستودنت سيرفيس للكنترولر، بس انا اشتغلتها من هنا عشان برضه العمليه تكون صعبه شويه ونفهمها اكتر. فانت المفروض تبدا من ايه؟ من ريبو، وبعدين السيرفيس، وبعدين الكنترولر. ايا كان عشان نفهم اكتر هروح في السيرفيس، هعمل نفس الفانكشن تمام اهي اهو بكل بساطه، وهعمل ريتيرن اهو. بصوا بقى يا جماعه، ريتيرن ذس دوت ستودنت ريبوستوري، مش ممكن مش مهم ذس تمام دوت find all اهو كده انا رجعت all student. هروح بقى في الكنترولر هقول له student service dot get students تمام تمام جدا لغايه دلوقتي. اذا كده احنا عملنا الايه الفانكشن اسمها get students تمام. طبعا الريبوستوري ديت هي ديت اللاير اللي بينك وبين السيرفر، فهي اصلا اوريدي اما قلنا بتعمل اكستند جي بي اي، فهي بتكريت لك الفور اللي هم السي ار يو دي، الكرييت والابديت والديليت زي ما اتكلمت قبل كده تمام. فانت خدت منه اوبجكت في السيرفيس تمام، وبعدين خدت اوبجكت من الكنترولر. واحد يقول لي انت عمال تاخد اوبجكت من هنا الاوبجكت من هنا، قلت لك في السيرفيس هنا انت ممكن قبل، لو انت بتعمل سيف مثلا، قبل ما تعمل سيف تعمل مجموعه من الرولز هنا مثلا اف. هوريك بس حاجه بسيطه، مثلا لو انت يعني هو مديك سترينج وليكن مثلا كده تمام، عاوز مثلا تشوف السايز بتاعه دوت لينس مثلا اكبر من ال 15، هقول له مثلا ايه ريتيرن نل. النل ديت هتعتمد عليها هناك في الانجولر، ايا كان هشوف ده كله، لكن انا بقول لك مثال بسيط انت ممكن تعمل ايه فاليديشن هنا تمام جدا. تعالوا كده قبل المفروض نكملوا الفور فانكشن، المفروض نعمل احنا عملنا هنا الليست، وعملنا هنا هنعمل لسه الديليت والابديت والسيف تمام. لكن احنا كده برضو لسه ما خلصناش الفانكشن بتاعتنا. المفروض هنا في عندنا حاجه اسمها ات جيت مابنج. جيت مابنج مش ديت، قلنا يا جماعه الفانكشن بتاعتها اسمها جيت لما كنا هناك اهو، الفانكشن بتاعت اللي اسمها ايه جيت، اللي هي جيت. فعندنا جيت مابنج، عندنا ديليت مابنج، عندنا بوست مابنج، وعندنا بوت مابنج. فكل واحده بنستخدمها حسب الايه البرفورم بتاعها تمام اهو. عاوز تحط حاجه قبلها طبعا، هنا لو حطيت سترينج تمام، اذا بعد السيستم هتكتبها ايه هنا. انا عاوز بعدها ايه ستودنتس، اقول له ستودنتس. اذا الفانكشن ديت عشان توصل لها لازم تكتب اليو ار ال اللي هو اسمه ايه اهو بكل بساطه تمام اهو 80 باك سلاش. باك سلاش ايه بقى؟ سيستم تمام، باك سلاش ستودنتس كنترول اس. تعالوا كده نعمل ريران ونشوف هل الدنيا فعلا ماشيه معانا زي ما انا اقول ولا لا. هناخد ديت بيعمل ريران بس ثواني اهو، هاخد ديت خدها كوبي، هروح هناك اهو بيست سند تمام اهي شغاله اهي، الثمانيه والتسعه والعشره وال12 اخر واحد كنا ايه كنا ضايفينه، اذا شغاله معايا. واحد يقول لي ما تيجي كده نجرب الايه الاي بي اي بتاعتنا القديمه، هقول لك تمام اي بي اي برضه شغاله، يعني الاثنين شغالين. هقول لك الاثنين شغالين عادي جدا، هنهندل الحته ديت بس في الاخر تمام. بس لاحظوا معايا، لاحظوا معايا يا جماعه، لاحظوا معايا جدا. شوف السيستم الاي بي اي اللي انا عاملها بايديا
مرجعها لي اري، اما الاي بي اي مرجع لي اري اي بس ايه في حاجه اسمها امبيدد اللي احنا كنا شغالين عليها اما ماذا الانترفيس في الانجولار. طبعا اكيد انت فاكر انا مش هروح الانجولار. تمام، دي برضو يعني ايه ملحوظه تاخد بالك منها. تمام كده احنا عملنا ايه ده الانجولار. تمام كده احنا عملنا ايه، عملنا الايه جيت اول يوزر. تمام هنعمل الايه الجيت يوزر واحد بس. تمام جدا. المفروض دلوقتي خلصنا جيت اول ستودنتس، هنجيب ستودنتس باي اي دي. هنعمل ايه؟ هنقول له بابليك، هترجع ايه؟ هيرجع ستودنت واحد مش لسه بقى. تمام ستودنت، تمام جيت ستودنتس، لا جيت بقى ايه؟ جيت ستودنت باي اي دي. تمام هنا المفروض هديله الاي دي بتاع الستودنت، مش انا هاخد الاي دي بتاع الستودنت. المفروض عشان برضو الناس تكون مركزه معايا هنا في الجيت ستودنت باي اي دي بالجيت بديله الاي دي. اذا هنا هقول له لونج اي دي، هقول له ايه؟ المفروض اقول له ريتيرن ستودنت سيرفيس دوت، المفروض في جيت ستودنت باي اي دي بس مفيش، لان انا في السيرفيس ايه ما عرفتش. هروح هنا اخد دي كوبي، هروح هناك اهو ستودنت سيرفيس. تمام دوت مش ستودنت بقى سيرفيس، الاوبجكت بتاع الريبوستوري. تمام اهو دوت جيت، مفيش جيت اسمها فايند باي اي دي اهي، وهدي له اي دي. تمام جدا. طبعا هنا مطلع لي ايه؟ ايرور. ليه مطلع لي ايرور؟ بيقول لي لا تمام لحظة اهو، لحظة في عندنا ايرور. بكل بساطة ان الايرور ده بيقول لك الفانكشن اسمها فايند باي اي دي لو عملت كنترول سبيس او كنترول مسطرة هيقول لك ان بيرجع اوبشنال من الستودنت. فانت المفروض تخلي الريتيرن تايب بتاع الفانكشن اسمها ايه؟ اوبشنال من الستودنت. فانا هنا هقول له حاف عليها. تمام؟ واحد يقول لي انا مش حابب الاوبشنال ديت، انا عاوز ارجع الستودنت ذات نفسه. يعني انا المفروض ارجع الستودنت، انا عاوز مش عاوز الاوبشنال. هقول لك بكل بساطه انت اصلا هنا الفانكشن الفايند باي اي دي اللي بتاعت الريبوستوري بتاعتي هي كده كده بترجع اوبشنال من الستودنت. تمام الحل هقول لك ام بعديها دوت، هتلاقي فانكشن اسمها جيت. جيت دي بتعمل ايه؟ بترجع ستودنت. هروح هنا هشيل الاوبشنال، كده انا رجعت الستودنت بتاعي. تمام هروح في الكنترول برضو هعمل نفس الحوار. تمام بس مش هرجع جيت بقى، خلاص هو بيرجع جيت، انت عملت جيت في السيرفيس، اذا هنا بيرجع ستودنت. هناك هعمل دوت جيت ستودنت باي دي، كده هو رجع ايه؟ رجع الستودنت. تمام في هنا بروبلم، البروبلم دي بسبب ايه؟ او جيت باي اي دي. تمام والاي دي تعال نروح هناك. تمام مفيش ايرور اي حاجه، هتلاقي بس كان معلق. تمام هنا قلنا في السيرفيس بيرجع اوبشنال لغايه هنا اوبجكت من اوبشنال نوع ستودنت، عملت دوت جيت كده رجع لي الستودنت بتاعي. اذا في الكنترولر حسيت بس الفانكشن مش اكتر، هو بيرجع لي الستودنت. تمام بعد ما خلصت ديت انا عاوز دلوقتي اعمل المابنج بتاعي. تمام هقول له ات جيت مابنج. تمام المفروض هبصيله هنا هيبقى ستودنتس. تمام باك سلاش المفروض احط له هنا ايه الاي دي، المفروض اليو ار ال بتاع الفانكشن ديت عشان اوصل لها هتكون بالشكل ده، نفس اليو ار ال ده بس في الاخر الاي دي بتاعي 12 10 ايا كان، بس هنا الاي دي. عشان اباص الاي دي هنا هعمل هنا في عندنا تو مابنج. تمام في ايه؟ تو مابنج. ممكن تعمل مابنج انك تباص الاي دي بالطريقه ديت، تعمل اي دي وتيجي هنا تعمل اد باث فاريبل بالطريقه ديت. تمام هنعمل ران ونشوف هل شغاله ولا لا. دي اول مابنج، ركزوا معايا، اول مابنج بالطريقه ديت. تمام
هروح في البوست مان هعمل ران او رجع لي ال 12 هعمل مثلا 8 او رجع لي ال 8 وكله تمام. لو اديت لواحد مش موجود مثلا رجع لي ايه؟ شوف بقى ايه؟ رجع لي اكسبشن. لو رحنا هناك شوف رجع لي ايه؟ اكسبشن في السبرينج. انا مش عاوز كده، انا عاوز يرجع لي مثلا نل، يرجع لي حاجه. ده كله هنشرحه في وقته، ده ممكن نخليه تبع الفاليديشن. تمام جدا، خليه لوقته. احنا دلوقتي المفروض قلنا بيدخلهم مثلا ال 12 خلاص اهو تمام كده. احنا لغايه دلوقتي تمام، عاوزين بقى نعرفهم المابنج الثاني. المابنج الثاني واللي انا بفضله، يعني انا بفضل اشتغل بيه حسب ما انت حابب بقى، بس انا بفضله بشتغل بكده، اللي هو ان انا هعمل ايه؟ هشيل ده خالص واعمل هنا ات ريكويست برام. تمام، بالمنظر ده. ريكويست برام بكل بساطه بعمل ايه؟ بتخليك انت في اليو ار ال تعمل بعديها كده. اكيد الناس شفت الشكل ده قبل كده، ايكوال وتدي له اي دي. الحته ديت هي بتاعه ديت، بتبعت له برام، فهو بيروح في الريكوست برام يشوف هل في. طبعا الاي دي ده المفروض يكون ايه؟ شبه ده، يعني هنا الاي دي، يبقى هنا ايه؟ انت حطيت هنا الاي دي، اذا تكتب هنا اي دي. لو عملت مثلا اي حاجه مش هينفع. تمام، يبقى ريكوست برام دي الفايده بتاعتها، ودي اللي انا ايه بفضلها. انا اعملهم ريران. تمام اهو، طبعا طلع لي اكسبشن بسبب ايه ده؟ وما عملليش رن اصلا. اكسبشن بسبب بسبب ايه بقى؟ انت عامل هنا جيت مابنج ستودنت، وعامل هنا جيت مابنج ستودنت، وده شيء مش صح. فاحنا ممكن بدل الستودنت خليها ستودنت. اذا اليو ار ال بتاعه هيبقى ايه؟ ستودنت. تعال نعمل رن. تمام، تعال نروح في البوست مان. بدل هنا بقى ايه؟ طبعا ستودنت مش ستودنت مش جمع. تمام، كويشن مارك. تمام، اي دي ايكوال مثلا 8، رجع لي 8 12، رجع لي 12. تمام، طبعا لو عملت اي واحد هيرجع لي اكسبشن اي حد مش موجود، وهنا اكسبشن برضو. هنعرف هنهندل الحاجات دي ازاي. تمام كده يا جماعه، احنا عملنا الجيت يوزرز وجيت يوزر باي اي دي. هنقف لغايه هنا كده، كفايه قوي في الفيديو ده. تعال نروح في الجيت هاب. تمام، هنعمل ايه؟ هنعمل ايشيو على جيت هاب، نيو ايشيو. هنقول سبرينج. تمام، جيت اول ستودنت. تمام، وجيت ستودنت. تمام، هنعمل اساين يور سيلف، سبميت نيو ايشيو. تمام، فانا هاخد دي كوبي. تمام، هروح هعمل اد جيت اد، هعمل الكوميت بتاعي. تمام، جيت فان الكوميت، الكوميت فان. تمام، المفروض كان في هنا في سي اس، ده الانجولر ده يا جماعه، معلش اسف. هروح هنا ولا مش انجولر، فين الفي سي اس؟ اهو جيت اهو، كوميت كنترول في كلوزس. تمام، هعمل كوميت اند بوش، كوميت اند بوش، هعمل بوش، هستنى بعمل بوشنج. تمام اهو، هروح هناك عمل لي كلوزد والكوميت بتاعته كل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.